الاجواء خاص سعر الفلوس. الاثمنه الخضراء خويا كاين الثمن، الفلفل والدنجال والخيار دايرين سيدي 160، تنبيعوا الفلفل ب 10 دراهم والخيار ب 60 ريال والدنجال. شكون اللي خاسر؟ حنا المواطنين. اش تيقول المواطن؟ كاين اللي مسكين ما بحالوش، كاري والدراري والمدرسه، غيدي نص كيلو ديال الفلفل ب 150 ريال. ما يمكنش يمشي يقلب على بطاطا ب 40 ريال درهم تيدي منها باش يعشي وليداته. مطيشه دايره لا بغيتي سلاده 160، بغيتي الحريره 140. ما كاين والو، كلها تضربها من الداخل تصيبها صفراء. رمضان ضاربه سليمانة هاد. انت شوف شوف راه شوف والله لا تعمروا فيها صحابها يا مراه. شوف 60 ريال تاع عينه ما بغاوش. انت رد الكاميرا تشوف. ايوا هكاك تعمروا فيها صحابها يا مول. حبسونا فيها المارشي، ما كاين لا مارشي لا والو. شكون اللي غايجي مع 11 الليل من الموكاري لهنا باش يدي هذيك تا كيلو ديال البطاطا؟ ماشي مول، ماشي ممكن. المارشي كان يكون الوسط حي مولاي اسماعيل في الجرده، كلها الناس تقضى. ايه وزادونا بالثمن الفلفله 300، زيد الثمن من القريه باش دي نص كيلو ديال الفلفله 150 ريال. انا راه ضربوني بكيلو على البطاطا، هذاك كانت ب 40 وصبحت ب 80. ضربوك بكيلو على ضربني بكيلو. كيسحابوك انت اللي زايد؟ يس. ناقشت انا وياه واش غندير، حكيت راسي ومشيت لمحل الناس غندير. طلعتي المولاي عبد الله؟ ما مشيت للمولاي عبد الله لا والو، مشيت درت على الثلج. دابا راه وصل 440 اخويا، قليل ماشي بزاف. اللي مسك عليه الله وبخير ولد ياخذهم. ما الدرويش راه مقرفص مسكين، ليلي الله تقاتلوا صافي، ليلي الله وصافي اخويا مقاتله وصافي فهمتني. اما اللي تاخذ راه اخويا رخيصه، ماتش صافحه دايره 7 دراهم 6 دراهم، كورجي تابعه ب 10 دراهم، خيزو صافي ب 7 دراهم. ايوا جلبانه صافحه هنا ب 340، تعطيها رخيصه اخويا صافحه ب 3 دراهم 60 ريال. سميتني يا سيدي عزيز وصالح، كنبيع هادشي ديال الخضر. خضر سيدي في العواشر كيزيدوا علينا شويه، واثمنه اثمنه كتزيد واحد جوج دراهم ولا ثلاثه دراهم، وكيديروا لنا الخيار والتنجال والفلفله بحال بحال. والتنجال داير 120 ولا 140 وكيتهول لنا 160، وباش غنبيعوا؟ حنا الحركه ميته الله يجازيك بخير. والصاير والمعيشه ديالنا، وحنا مكرفصين هنا بزاف، المواطنين مكرفصين، كلشي الخضر مكرفصين كرفسين بزاف. راه كان كاين شي اقبال على الحركه ولا ما كاينش؟ شويه اخاي ما كاينش بزاف، والناس كيغوتوا بزاف، وحنا تكرفسنا لا في السته لا ما كاين لا غطاء لا ما كاين حتى شي حاجه، وحنا مضرورين بزاف. هادشي اين مارشي هذا؟ مارشي ديال السلعه ديال حمولي اسماعيل. حمولي اسماعيل ما عندوش الاستقبال، ما عنده لا مارشي لا والو، حتى شي حاجه ما عندوش. الناس مكرفسين، الثمنه كتزيد علينا واحد جوج دراهم ولا ثلاثه دراهم. مثلا مثلا الجلبانه شحال الواصل الثمن ديالها؟ الجلبانه كنجيبوها بالفرانك، تنبيعوها ب 260 ولا 300 دريال. الفول؟ الفول اسيدي 120 حتى 100 دريال. الفلفله كيحسبوا لنا دابا حنا خصنا نبيعوها ب 300، راه ما مخرجناش 240. شحال الفلفله؟ خصها 300. وعندنا الصاير وعندنا الميكا وعندنا البوست. كياخذوها المواطنين الفلفله؟ لا قليله بزاف عليهم، كنجيب ثلاثه. ودابا يومين هنا انا ما بعت، ما تبعت 2 كيلو ما بعت. خزو كاين 100 كاين 120، خزو مليح حتى 120 140. تنجال سيدي كيحسبوا لنا 140 ريال، خصنا نبيعوه 160 ولا 180. كيتبعوا لنا التنجال والخيار بحال الفلفله. شنو هي هذه؟ فلفله؟ حتى اللي جايه واصله. بلا حرة سيدي الرابعة ب 80 ريال حتى 100 ريال، هذا هو المناسب. ولكن هذا السوق هذا راه مضرورين فيه بزاف سي المهندس. دارنا ما عندناش المارشي، ما عندناش الإصلاحية، ما عندنا حتى شي حل. المارشي الأول تبنا مشى لينا رزقنا فيه. أي مشاو الناس دخلوا هنا داروا الجمعية وداروا هذاك الشيء، راه ما مسلكناش. هذي هاد الناس ضحكوا علينا بزاف ومشات لينا رزقنا، والناس المواطنين تكرفصوا. هذا هو اللي كاين. الله يسهل عليهم والعواشر المباركه، الله يطول عمرهم والله يزيد لنا في الحياه ان شاء الله.